المشاهدين، هل أنتم جاهزين لحلقة جديدة من المي؟ أول حاجة يا جماعة الخير، رسميا وفنيا وأكاديميا عبد الله جميل خلص دراسته الجامعية. والله هرمنا يا جماعة الخير، إيش هذا؟ مستحيل. إيني هاو يا جماعة الخير، عدنا لليوتيوب ومايك جديد وستاب جديد، يعني ستاب مو جديد بس المايك جديد ما علينا. وعالم الميمز الفترة اللي راحت انفجر، أشياء كثير تغيرت، في أشياء كثير راحت علينا بسبب الجامعة يا جماعة الخير، أولها كأس العالم. أو ماي جاد، ما قدرت أسافر كأس العالم، ما قدرت أحضر كأس العالم يا شباب، كنت قاعد أحل الأسايمنتس حقتي. إنهاو فيديو ميمز حسنات جديد، نسخة كاس العالم والنسخة ما أعرف إيش النسخة هذه اللي ممكن تكون. من فين حاخذ الميمز؟ كالعادة حاخذها من سيرفر في ديسكورد، عندي روم هنا اسمه ميمز الحسنات، عندي روم ثاني اسمه ميمز كاس العالم. فخلينا نشوف إيش راح يصير معانا. لايك قبل لا نبدأ كالعادة، اشتراك في القناة إذا ما كنتم مشتركين، ادخلوا جيش محاربين طفش أقوى جيش في اليوتيوب. وتعرفوا دائما إحنا إيش مفروض نسوي، 1 2 3 بسم الله يا رب ان شاء الله تكون الميمز اليوم حلوة. لما اتعود على احد وارتاح معه بالكلام انا هروح اشخ وجهي. هنا تعرف انه مستوى الميانة مرة قوي لما تكلمه وانت في الحمام. رونالدو مع النصر. شوف يعني صراحة أنا ما فهمت، هل هي يعني إيش؟ هل هو ميتافور؟ هل هو ميتافور إنه هو كبير بالعمر مع لعيبة إيش بزورة وصغار، ولا هو إنه لاعب كبير كذا قامة كروية كريستيانو رونالدو مع النصر يا جماعة الخير؟ هذه حتى في أحلام العصر ما تصير. أصدمني بكلمة أحبك والسمكرة على حسابي. يعني شباب نفس الشيء نفس الميتافور، عارف انت ما تدري هل هو ولا هو صدمني. مسكين تحصل حياته ناشفة ما عمره واحد قال له حبك. من جد يا أخي احنا ما نقول حبك لبعض. والله كذا ما أتذكر في موقف ولا في يوم أحد دق علي وقال لي حبك كذا out of nowhere. ألو أبو شو؟ هلا أخبارك يا حبي؟ شو المكالمة هذه ما لها سبب، بس بس داق عليك عشان اقول لك يا اخي حبك يا اخي. حبيب قلبي ليه؟ بس كذا يعني قاعد احبك الله في محبوبتنا يا اخي الكريم. الله يسلمك ابو حميد، يلا سلام عليكم، خلص الفيديو وارجع لك. يا اخي عادي يا اخي، تقدر تدق على احد كذا اوت اوف نوير تقول له حبك يا اخي، شنو المشكلة؟ وانا صغير طلعت بالبرد. قصدك تشوف ايش الحركه اللي في الافلام تزبط ولا لا، البخار بيطلع ولا ما بيطلع، بعدين تكتشف لا انه ما يزبط، فاهم؟ بس تحاول هي يطلع لك كده تكة صغيرة، فاهم؟ تكتشف بعدين انها ريحة فمك. يقول لك بالله عليكم هذا السؤال. تشوف السؤال يقول لك ضع إشارة صح امام الإجابة الصحيحة. اراد ابرح الحبشي ان يهدم 1 الكعبة، 2 برج خليفة. استغفر الله يا شيخ. يعني كتبت السؤال اوكي سهل على الطلاب وتعاون معاهم، بس يا اخي استغفر الله يا اخي ايش هذا الكلام؟ حط حاجة قريبة كذا، فاهم؟ اختبر معلوماتهم قصده ايش عشان اشتت هذا تماما، احط لك الكعبة وبرج خليفة. ما في وجه مقارنة ابدا، حرام استغفر الله. حرام على قولت. ايوه لا لا يا الام، لا يا الام شوف مين عم بيساوي. يعني متوقع صراحة، لكن أنا على بالي إن الفيديو من جد طلع بالأخير كذب يعني وكذا، لكن ما عليه، أهم شيء نضحك يا جماعة الخير. يلا يا دكتور استاهل، وإيش استاهل الصدقة؟ حط 50 ريال كمان. أنت عند عامر البقالة بعد ما خلصت 9 أفلام بيوم واحد. Hello sir, my name agent Sal and I'm here to ask you to show me your ID card. Sir, listen. I don't want you to kid with me, all right? Under this country constitution, I have the right to arrest your ass right now. Now, you gotta show me your ID card. What kind of language is that, man? Man, what's wrong with you? Should I bust your ass right now? هتسال ايش الفيديو هذا؟ من فين مطلعينه انت حرام؟ طلعينه من الديب ويب يا شيخ، انا شايف لوجو كيك تحت يعني يا جماعه الخير، ايش الديب ويب هذا اللي انت فيه؟ ايش الفضاوه هذه اللي انت اللي خلصت 9 افلام بيوم واحد؟ انت اللي مسوي الفيديو. شاوت اوت فهد سال، طبعا واحد من اكبر الانسبيريشنز لي على يوتيوب، والرهيب في الموضوع انه بعد ما صرت يوتيوبر وكذا تعرفت عليه وصرنا انه هو اصحاب. لا تسالني كيف فهد سال، حبك يا اخي رهيب يا اخي، اليوتيوب رهيب لما تصير مشهور يصير كل مشاهير اصحابك. عندما تتنمر على ذلك الفتى
الهادئ ثم تراه يكتب اسمك بدفتر غريب. حس انه كذا ايش في جريمة هو مخطط لها، في كذا ديث نوت عارف. جورجينا عند ابو خمسة الاسبوع الجاي. جورجينا زوجة كريستيانا جماعة الخير، شهدت مؤخرا تقضي في امور المملكة. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا مش عارف ازاي الحاجات دي كلها بخمسة يا جماعة، كل حاجة بخمسة. لا وربنا هتجنن والله العظيم هتجنن، معطرات وديتول ومنظفات وحاجات جميلة. طب وأطقم الغيارات الداخلية بتاعت الأطفال؟ والله يا جماعة بالخير أنا مستل نت أوفر إن كريستيانو رونالدو في الرياض في النصر، مستل نت أوفر إن ححصل كريستيانو رونالدو تمشى في السفارات. لا هذه في أحلام العصر ما تيجي يا شباب. والله 2022 كانت سنة غريبة يا جماعة الخير، والله والله العظيم. الدون يسجل هدف ويستغرب ما حد يتفاعل معاه زي أوروبا، الجمهور عند جورجينا. يعني هذا الفيديو المضحك فيه والرمزية ان احنا شعب خفيف كذا وخرفان، دائما نشوف المزة متخرفن. ما احنا كذا ابو، لا بالعكس احنا مرجلة ابو، ارفع علومك انت وياه، حط لايك على هذا الفيديو انت تصير محارب طفش رهيب فاهم. البنات ماخذين كاس العالم هبة، هذا ارثر يصرح. ترد عليه ملاك تقول له نتابع ونعرف احسن منكم، يقول له واحد لا تحلفين اذكري لي لاعبين من فرنسا طيب، هي طبعا حاطة علم فرنسا في اسمها يا جماعة الخير. يقول له امبابي وكريم بنزيما بس ما يلعب. اشوف الرد يقول لها طيب اذكري لي العشر المبشرين بالجنة. هذا اللي ايش اللي قلب الطاولة عليها عارف. صالح فنان. هذا تقول له مياو يقول لك خلها على ربك. هذا انا حاليا يا جماعة الخير بعد الجامعة، راح الشغف يا جماعة الخير خلاص، صار في احلام وطموحات. اول الجامعة كانت تعطيك هدف تاخذ الشهادة عشان تتزوج فاهم، لا مو عشان تتزوج. هذا ابويا بعد ما انا خلصت دراسة، يلا عقبال بنت الحلال. لا ما نبغى بنت الحلال وخر. ابوي حبك كذا بس لا مو الان اصبر. من جد يا اخي الحياة بعد الجامعة غريبة، من جد تخليها على ربك. يا اسطى يا اسطى ده يا اسطى بعد اذنك يا اسطى بقى فوق كده اسمعني يا اسطى، هو بعد اذنك كده هو انت يا اسطى شارب حاجة يا اسطى؟ انت عبيط يا اسطى، هو في حد يعمل في نفسه اللي انت عملته ده؟ هو ما حدش يعني بص ما يحصلش مع حد كده غير لما يكون عامل ذنب كبير. انت يا اسطى اتقفشت مع فراء قبل كده او كنت مثلا بتسرق مثلثات جبنه، ما هو حاجه من الاثنين يعني، وانت يا شارب حاجه يا مقفوش بحاجه قبل كده منصوب بمخدرات مثلا، يعني انت سايب يا اسطى المصياده وجاي بتوع الوقعه دي. يقول انت سايب المصياده وجاي. هي طبعا مصر اكثر شعب كوميدي في العالم، هم كذا مصر وشعب سعودي مع بعض الاثنين. خي ايش الفار التعبان هذا؟ هنا تعرف ان الحياه صارت غريبه، لما حتى الفار شوف ايش يسوي في نفسه، شوف الفار ايش يسوي يا ابني. والله يا جماعه الخير العالم اللي احنا عايشين فيه خلاص ما هو زي اول يا اخي، الدنيا خربت خلاص. المندوب اذا عرف انك نايم. من جد يا اخي هذا الكلام دائما كذا، نومي يخرب بسبب مكالمه مندوب توصيل. انا عند الباب يلا اصحى ومدعي. طيب خلاص يا ابني حط الطلب عند الباب، انا عندي رساله يا جماعه الخير مجهزها لكل المناديب وهذا حل انصح فيها الجميع. سوي رساله كذا عربي وانجليزي عشان يكون ما له عذر، رجاء ترك الطلب عند العماره رقم كذا كذا شو رقم كذا كذا، حط الرساله هذه وارسل له اياها فاهم. بس لا ما يفهم، لازم تدق عليك انا تحت انزل لي مدري ايه ويوصل بسرعه يا اخي. بعتذر يا حضره الملازم بس انا مصمم، التعليمات بتنص اني لازم ابقى معاك دايما. اقول لك فين تحط التعليمات دي؟ ايوه فين. هذه لعبه من جد؟ ايش اسم اللعبه هذه بلعبها؟ الفيديو سخيف بس لما تتابع تضحك، ما اعرف ليش، عشان في لعبه عارف تكون تشخ بامان الله متاكد فيش حد شايفك، بالاخر بتلاقي حالك طالع على التلفزيون. يا ساتر هذا فضيحه توصلت العالم كله. هاي هاي طيب كذا ايش صار على التغبيل؟ يا جماعه هذا الميم ضحكني مره. هنا عندنا طبعا شبشب على الخواتم حق ثانوس، الصراصير اختفت. حلو حلو جميل جميل، مستوى الميمز اليوم رهيب يا جماعه الخير. كيفيه كسر جوال نوكيا، جوجل يقول لك هل تقصد كيفيه اصلاح كسر في الجدار؟ جوال نوكيا يخرب بيته يا جماعه الخير، ما يخرب ما يتكسر، الجدار اللي يتكسر مو هو فاهم. هنا عندنا كلاب تسب بعض، الكلب الاول يقول الكلب الثاني يا انسان، الثاني يرد عليه يقول له انت الانسان لا تسب، عن قال له انت
انسان. هذا الجزء المفقود طبعا من الميم يا جماعه الخير. ما شاء الله عليك يا عبد الله، الضحك يا اخي. لما ابقى قاعد سهران واقول اقوم اشوف حاجه في الثلاجه اكلها، ماما بتعمل ايه عندها؟ تحس كذا اندرتيكر داخل عليك، عارف؟ حقين الجالكسي اذا صوروا فطورهم. هذا تنمر يا جماعة الخير. ولكن من جد يا أخي، يا أخي جوال الأندرويد مهما صار في الدنيا مستحيل يجيك جوال أندرويد تصوير حقه كويس، مستحيل، لازم كله مربعات كذا. ليش ليش ليش؟ كيف الناس تتابع؟ كيف أنا أتابع؟ حرفيا من جد إحنا كذا نستهلك المحتوى. فيلم نتابع زي كذا، قصدك سينما؟ لا ما نروح سينما، سينما غالية يا جماعة الخير. إذا نتابع مع شو اسمه في ماي إيجي، مدري إيجي بست، نتابع في إيجي بست. الله ما أدري دحين إيجي بست موجود ولا خلاص خربوه. أتخانق أنا وأخواتي عادي، والمفروض ماما تحل الموضوع. خلصانة ما فيش راوتر. هذا بالنسبة للأمهات يعتبر حل كل المشاكل. ما أعرف مين اللي حط الفكرة هذه عقل كل الأمهات اللي في العالم. مشاكل في البيت أفصل عليهم النت. زوبات ستارتر كيت علاج المشاكل عند الأمهات، أفصل النت، هذا رقم واحد، عارف؟ يقول لك افتح هير، يقول له انضم ابن خالة أمك لتليجرام. ومن جد يا أخي تليجرام برنامج غثيث، يعلمك إن الكل صار عنده تليجرام، الكل. واحد أنت معطيه بلوك من 7 سنين، من 7 سنين أنت معطيه بلوك، قد انضم الشخص اللي أنت مسوي له بلوك من 7 سنين لتليجرام. أنا ماني مهتم يا تليجرام حبيبي، تليجرام ماني مهتم، ما يهمني إذا الشغالة حقتنا عندها تليجرام. أنا ما استعمل تليجرام أصلا، محمله بالغلط والله العظيم، محمله عشان في واحد دافور في المدرسة كنت أبغى يرسل لي صور، قال لي خلاص أرسل لك إياها تليجرام. عشان إيش؟ تليجرام الكواليتي حقه أعلى يا أخي. وأنتوا كمان واتساب يا أخي، لا تسوقوا أمها يا أخي، خلي الواتساب يوصل الكواليتي كويس يا أخي. دلتونا، أنقذونا من هذا الدافور المزعج والله. يا واتساب، يا شركة الواتساب. ليش في فصل؟ انظر إلى الصورة وتوقع موضوع الدرس. الله يلعن ام الصورة النمطية اللي مطبوعة فينا يا جماعة الخير. الدرس عن الصداقة يا شيخ، ها ولا صرنا نشوف الأشياء هذه؟ ها كله من هذاك أنا أبغى نتكلم عشان عندهم فلوس يا جماعة الخير، أحيانا يطلعونا في إعلانات معاهم، ولكن من جد هذا الواقع يا أخي. يقول لك هي القزمة دي بتعيط ولا أنا حالتي النفسية تعبانة؟ لا لا حبيبي، انت حالتك النفسية تعبانة صدقني. وش دخلك؟ دخلني الباب، طاح عليك الدولاب الابتدائي. رد عليه، رد عليه. والله الدنيا وقتها كانت. عبدالله ايش بك انت عبدالله، تعاني من ازمة منتصف العمر ولا ايش؟ ايش بينك كنت تقول الدنيا زمان؟ خلاص يا اخي الدنيا ما زالت مكان حلو يا اخي، لما تكون انت الوحيد اللي حضرت الخناقة من اولها. تحس انك المصدر المسؤول، هو هذا المصدر المسؤول. هذا اللي يطلع في الاخبار، هو هذا. اخيرا شفت فلان وعلان. هذا صاحبك الدافور، انا مش بذاكر حاجه ولا انا، هذا جاب 50 هذا جاب 99. هذه حركاتي في المدرسه يا جماعه الخير. يا اخي والله ما ذكرت مزبوط بالاخير يا واد، الدرجه فل. رياضيات جايب 100، لا تسالني كيف رياضيات جايب 100، انا اول مره ما شاء الله ما شاء الله عليه يا جماعه الخير، اول مره اشوف واحد في رياضيات جايب 100، هذه ما قد صارت. المفروض تطلع رائد فضاء ولا مهندس عظيم ولا شيء كذا يفيد البشريه، لا طلعت يوتيوبر. خلي ال100 حقت الرياضيات حقتك تنفعك. يلا انا ايش بتحمس، تذكرتني يوتيوب ولا انتم عارفين انا ايش كنت حقول يا شباب؟ حطوا لايك، اصعب من تفكيك القنبله. من جد تقعد تفكر كذا، ايش ايش اسوي؟ استاذ العلوم ما تقدر تتنفس تحت الماء، الطالب الزاحف. يا اخي السخافات هذه تضحك يا جماعه الخير، لما تروح عند حق الفلافل يعطيك حبه ببلاش. صبيت بيبسي كثير وبدا ينكب. باين اسمع تسوي زي كذا. من جد يا اخي. سبيكينج اوف البيبسي يا جماعه الخير، انا بديت احس اني جيعان، فشكلي حخلص الفيديو هذا هنا وحروح اتعشى. لو شيك على سيرفر في ديسكورد، رابط حقي تحت. يعطيكم الف عافيه، اشوفكم باذن الله على خير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.